السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا كيفاش غنبرمجوا الديجيتال متر. يعني هذه فيها هنا خصنا نشوف الأرقام ديالها، فيها هنا L1 L2 L3، فيها هنا هذا اللي لافيش هنايا، هنا فيها الريكلاج ديالها ريزيت تي إن سي سميتها 21 و22 إن سي 13 و14 إن أو والأ1 نفس والأ2 هنايا. هنا عندنا هنايا الإن سي هذه إيرور 95 96، 97 الأداء الإن أو 98، وفيها 31 و 32 إن سي، فيها 33 و 44 إن أو. هنا فيها أ2 ديال سميتو هنا، يعني هذا موتور 380 ريفازن. غنبداو بثلاثة الفيزان، غيدخلو هنايا الفاز الأول، الفاز الأول، الثاني، الثالث. غيجيو هنايا الفاز L1 هنايا، L2 هنايا، L3 نديرهم هنا. من هنا غيخرجو من T1 U1 و T2 V1 و T3 W1. يعني هنا درنا لي موطونسيون ديالنا. هنا غيخرج واحد الفاز من هنا، غناخدو واحد الفاز من هنا، من L1 غنديو 95، ها هي شتيها 95 لإن سي، ويخرج من 96 ويمشي نورمالي باش بوتون ستوب، يعني زر ايقاف من باش بوتون ستوب ويمشي باش بوتون ستار، ومن هنايا من باش بوتون ستار ستار ستوب ويخرج واحد الخيط غيمشي نورمالي اوبن. اشنو هو 43 43 شتيها 43، ومن هنايا غيخرج واحد الخيط غيمشي ان من زر التشغيل ديال باش بوتون ستار، غيمشي ان ومن ان داش 44 نورمالي اوبن. غنعاود عاود تاني، قلنا ثلاثة الفيزان L1 L2 L3 خرجو من هنايا، L1 ديجنكتور، L3 تري فازن 380، و L1 L2 L3 L1 L2 L3. من هنا غناخدو واحد الفاز غنجيبوه بحال هكا، غيجي نورمالي كلوز 95، غيخرج من 96 نورمالي كلوز، يمشي باش بوطون ستوب زد ايقاف، باش بوطون بو ستوب باش بوطون ستار. من هنايا 43 43 نورمالي اوبن، ومن باش بوطون ستار غيجي غيمشي ان ديال هاد البوبينة، ومن هنا غيمشي ديال ديجيتال ميتر غيمشي 44 44 43 هما نورمالي اوبن. من هنايا هاد الخيوط L1 و L2 اللي دخلوا هنايا يخرجوا من هنا T1 E1 T2 V1 T3 W1. وهنايا النوتر ما تنساوش، النوتر غيجي من هنايا، كنا غنساوه، غيمشي A2 دائما، النوتر ها هو غيمشي A2. دونك هذا هو برونشمون ديال الديجيتال متر مع يعني واحد سميتها واحد موتور محرك. هنا ما تنساوش الارض، يعني الارت، يعني الميزه على الطير، ما سميتها هذا باتش بوتون ستوب ستوب ستار باتش بوتون ستار ديجيتال متر. وهنا محرك، وهنايا ديجنكتور، هنا 380 اللي خدات، يعني موتور تري فازن. دونك هذه هي الديجيتال متر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. السلام عليكم أصدقائي، عذرا على التأخير لأنني كنت مشغولا في هذا الشهر وكان عندي الكثير من الأشغال. شكرا على المتابعة وشكرا على مشاهدة فيديوهاتي. Hola mis amigos mis amigas, perdona el retraso, es que me tengo mucho trabajo este mes y estoy equipado. Muchas gracias por seguir y gracias por ver los videos. Hello my friends, excuse me for delay because I have a lot of work in this month and I am very busy. Thank you very much for following and
thanks for watching the videos. Bonjour mes amis, excusez-moi pour le retard, tout simplement parce que j'avais beaucoup de travail dans ce mois-ci et j'étais beaucoup occupé. Merci pour la poursuite de mes vidéos et merci beaucoup pour vous tous.